هل الطبقة السياسية بتركيبتها الحالية قادرة على احتواء الأزمة، تجاوز الأزمة؟ هو شو يصير يعني، اسمح لي، الحقيقة أنها تعترف ممكن يطلع كيان سياسي أو شخصية ما ناقدة، ولكن كن على يقين كل الأمر يتوقف عند حد النقد دون تجاوز ذلك إلى مرحلة ما هو الحل. شنو اللي دا يصير؟ عملية التفاف واستنزاف للوقت وعملية مراوغة ومراهنة على أن الخروج سينتهي إلى حالة من اليأس أو الإحباط وعملية التسويق لمسائل معينة. وأنا أتابع بالتفاصيل مثلا الإجراءات اللي دا تتبع من الجهة التشريعية أو الجهة الحكومية. نعم ممكن كثير منها لو أنها حصلت في ظرف طبيعي كان الأمر مهمة جدا، كان الأمر يدعو إلى الرضا والقبول ويقول لك هذه هي الإمكانيات المتاحة، ولكن مع وجود الضغط ومع وجود التهديد وشعور الطبقة السياسية أنها ستزال من عرشها ولا بد من أن تبحث عن مخرج للأزمة الموجودة، هذا اللي دا يصير. يبقى عادينا الجهد المكثف من قبل المتظاهرين في أن يحافظوا على حقيقة حتى لا تجهض مطالبهم ولا يكون هناك مبرر لخروجهم. يجب أن تكون مطالباتهم سلمية منطقية قائمة على أساس احترام القانون.